السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في منصة تيكون أونلاين. منصة تيكون إينايل هي منصة تعليمية تقدم دورات تكوينية تسمح للمدربين بنشر دوراتهم أونلاين سواء المدفوعة أو المجانية. المنصة تمنح شهادات للطلاب، كذلك تمنح فرصة للتواصل بين المدربين والطلاب. تستطيع مثلا تحصل على شهادات رقمية، تقدر تنزلها يعني PDF رقم تسلسلي لتحقق من أي شهادة. أيضا تسمح للطلاب بالتواصل مع بعضهم البعض، تسمح لكم بإضافة طلبات صداقة، التواصل بالرسائل مثل الميسنجر بين الأعضاء. عندنا هذه صفحة نشاط الأعضاء، يعني هنا تقدروا تفتحوا حساب وتنشروا مثلا إعلاناتكم إذا كان عندكم دورات أو مثلا عندنا هذه تقدر تنشر دورات، تقدر تنشر مثلا معلومات مفيدة للطلاب. لكي تفتح حساب في المنصة أمر بسيط جدا، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول. إذا كان عندك حساب يعني تستطيع تسجيل الدخول بحساب حسابك في جوجل مباشرة تلقائيا، أو نضغط على زر التسجيل. قم بالتسجيل، هنا نقدر نضيفه مثلا إذا كنت تقدر تحط هنا البريد الإلكتروني الاسم، أو هي الطريقة اللي نفضلها هو التسجيل بواسطة جوجل يعني تلقائيا. إذا كنت يعني أنت مدرب تضيف ما هي الدورات تاعك اللي تقدمها زائد السيرة الذاتية، دير وافق على تخزين ومعالجة بياناتي وقم بالتسجيل مباشرة. الأمر بسيط جدا، كيما درك أنا عندي حساب تسجيل الدخول اسم الله تسجيل الدخول، نكتب اسم المستخدم وكلمة السر، اسم المستخدم وكلمة السر يعني هذا الاسم واللقب بتاعي. سيتم الدخول مباشرة في المنصة. كما تشاهدون الآن تفتح لي حساب، يعني لوحة تحكم، إعلان، دفتر تقديرات، الرسائل والشهادات. مثلا الشهادات ندخل إلى الشهادات، مثلا عدد من الدورات اللي شاهدتها في المنصة. مثلا ننزل أي شهادة، مثلا Developing Flutter Application، نضغط على زر التحميل. ستنزل الشهادة مباشرة PDF كما تشاهدون، مطبوعة فيها الرقم التسلسلي. نستطيع التحقق من الرقم التسلسلي، تحقق من الشهادة يعني Certificate Valid Course. كما شاهدنا نقدر نطبعها يعني نطبعه مباشرة يعني في بابي فوتو، من المفروض نطبعها كده تحصلنا على شهادة بطريقة يعني طريقة يعني سهلة وبسيطة للغاية. عندنا مثلا هنا الدورات المسجلة يعني اللي قمت بدراستهم ونسبة يعني التقدم في كل دورة. مثلا عندنا معاينة الدورة، سيتم تحميل الدورات. مثلا إظهار المزيد، مثلا ندخل إلى دورة، نجرب ندخل إلى دورة دورة مثلا دورة التسويق الإلكتروني المتكاملة، 10 دورات في دورة واحدة. كما تشاهدون ما علي فعله هو الضغط على أيوة وبركاته، ازيكم جميعا، رب الجميع يكون بخير. وصلنا للمحل. هذا البرنامج تاع الدورة ككل، أقسام الدورة. مثلا هنا إذا كان عندي أي أسئلة نقدر نوجه أي أسئلة.
عندك هذا حساب، عندنا هنا بعد نحبوا نخرج مثلا لوحة تحكم، ندخلوا إلى لوحة تحكم. يعني المنصة بسيطة للغاية وسهلة جدا يعني للجميع. أن هذا الحساب الشخصي يعني في صورة شخصية، في صورة الغلاف، يعني عندي صفحة عندك الأصدقاء، يعني عندنا الرسائل، عندنا مثلا تقدر تنشر مثلا أعمالك، تقدر تنشر إعلاناتك، تقدر تضيف أصدقاء. أمر بسيط جدا يعني، مثلا نضغط على الأصدقاء، يعني هي منصة للتعليم والتواصل الاجتماعي، يعني هي مختصة غير في التعليم، وإضافة يعني المجتمع الجزائري. هاي كما هذه قائمة الأصدقاء اللي عندي، نقدر يعني نرسل لهم يعني رسائل في أي وقت. مثلا إذا كان عندي أستاذ ولا أحب نتواصل معاه، هذه المفضلة، هذه النقاط ضعيفة، عن نظام تسويق أيضا. وهذه يعني المنصة بكل اختصار، وشكرا.